إن وقوفنا اليوم وقفة إجدال وإكبار على دفن رفاة الشهداء على هذه الأرض المزكاة بدماء الشهداء هو من الوفاء العميق لرسالة الشهداء والالتزام الأعمق بالمرجعية النوفمبرية، وهذا ما يعكف عليه كل المخلصين، ونسهر من أجله ونسير وفقه ونخلص له ما في وسعنا الجهد من أجل تدعيم الأفق العام الذي تسطره توجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، الذي جعل من تجديد الصرح الوطني من أسمى معاني الوفاء لأمانة الشهداء الأبرار وقيم الشهداء الأخيار.